يقول هذا السائل: معالي الشيخ، كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية التحذير من الإرهاب والفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف، فما هو ضابط ذلك؟ لا يخفى عليكم أن الذين يكفرون المسلمين، يكفرون الدولة وولاة الأمور، ويكفرون المسلمين، هذول هم أهل الفكر المنحرف. والذين يعتدون على الآمنين ويقتلون ويفجرون في البلد، هؤلاء من أهل التخريب ومن المفسدين في الأرض، هذا شيء ظاهر عليهم. نعم.